صدم الفنان المصري محمد رمضان جمهوره العربي بعد تداول فيديوهات له تجمعه بالفنانة الهندية أورفاشي روتيلا خلال جلسة تصوير لصالح مجلة فيلم فير. وظهر النجم المصري بوضعيات وصفها الجمهور بالجريئة للغاية، حيث ارتدى بدلة باللون الأسود بدون قميص أو تيشيرت أسفلها، فيما ظهرت الفنانة الهندية بفستان أسود في قصة الكتف الواحدة مع فتحة طويلة من ناحية الساق. وعبر الجمهور عن غضبه من جرأة رمضان، وخاصة عندما لمس جسد الفنانة روتيلا حيث تحسس فخذها بشكل واضح، وجاء في التعليقات: مراتك شعورها ايه وانت بتاخد صور كلها عري وإيحاءات، ولولادك ازاي يفتخروا فيك بجد اوفر. في المقابل دافع محب الفنان المصري عنه مشددين أنه فنان بارع، وأن ما ظهر في الفيديو ما هو إلا مقطع تمثيلي حدث من أجل جلسة تصوير فقط.